القوة التي يؤثر بها مجال مغناطيسي في سلك يمر به تيار كهربي. تنشأ قوة تسمى القوة المغناطيسية، وهي تعتمد على شدة التيار المار على كثافة الفيض المغناطيسي على طول السلك، ثم على الزاوية التي يصنعها السلك مع اتجاه المجال. إذن القوة المغناطيسية تساوي حاصل ضرب شدة التيار في كثافة الفيض في طول السلك في جيب الزاوية. القوة نستخدم قاعدة فليمنج لليد اليسرى، نضع اليد اليسرى متعمدين الإبهام والسبابة والوسطى، فإذا كان السبابة تشير لاتجاه المجال والوسطى تشير لاتجاه التيار فإن القوة يشير إليها الإبهام. لاحظ تعامد اليد اليسرى السبابة اتجاه المجال الوسطى اتجاه التيار، فإن القوة يشير إليها اتجاه الإبهام.